صباح الخير. والله فقدت دمي شوي، ادري من واحد شوي دل، بس سبحان الله شوي بس البرد واقعي. لا الله غادي نوريكم الماتيريال باش كنخدم بزاف الناس كيسولي على الماتيريال، وفي نفس الوقت غادي نوريكم واحد الماتيريال شريته مؤخرا. المهم وليش علاش غبرت وداك الشيء، باش كنوجد واحد الرحله اللي غادي ندير واحد الرحله ان شاء الله. غادي نمشي بالبيكالا نشوف. المهم خدي شي ماتيريال داك الشيء، غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله. كذا تالي تو من هكي كي با فندلو نانا كيسو سي ميت كي في المار. ¿Te detienes? Sí. ¿Disfruta ahí? ¿Ahí has dormido? Sí, estuvo. ¿Para dormir? Sí. ¿Y qué ha pasado la noche aquí? ¿Te has quedado aquí toda la noche? Pero I don't speak Spanish. If you speak English, we can't talk. ¿Has venido ahora aquí con la bicicleta? Sí. Ah, pues vale, bien. Yo voy a andar con el perrito. Dios. Dios. Bueno, para Ferrari de Xicamel. غادي نحاول نوريكم كلشي حبه بحبه ان شاء الله. تشوفوا البيس باش كنخدم، في نفس الوقت تشوفوا البيس اللي شريت جديد. ف يعني ربما ياخذ بني من الانسبيريشن وداك الشيء تشري، بغيتي تشري بحالهم ولا شي حاجه بحال هكا صافي. المهم هادشي راه ما اشهار ما وريك قلت لكم. سو باش نبداو بالماكله. لا الماكله خديش لنا شي حاجه حلال. غادي نوريكم كاينه الماكله كاينه قهوه. المهم بالنسبه للماكله راني خديت هاد شوية تونة، خديت جوج ديال التونات بالنسبة للماكلة ديال الطريق، هذا حلال. شوفو راه مكتوبة بالعربية وداك الشيء. خديت هاد كاشير، شوفو كاشير تاهو راه حلال طازيج. خديت قهوة، شوفو هادوك، شوفو هذا كيفكرني بالسوري، هذا فول محمص. المهم هذا تاهو لقيتو في واحد المحل حلال، فهمتو؟ كيعجبني هذا، كنت كناكلو في تركيا في الطريق ديال تركيا صافي. وهذا زبيب، شوفو غير خويشة هنايا، فنجو شو راه تو خديتو حلال من واحد المحل. وصافي كاين شوية ديال الملح هنايا، هادي عسل شو، وهذا أتشاي شو. واخا مخديتش البراد ولكن غندير باني بواحد سميشو واحد الغراف. هادي ميكا باش كدير الزبال وداك الشي لا إلا شاطلك. هذا هداك الشي ديال المهم فيه مشطة مكنة الحسانة سميشي ديال الأسنان. هادي تاهي براج ديالها، هادي هاديك اللعيبة ديال راكم عارفين شو جد تحيد هاديك الريحة. هذا بيستول ديال العافية، خديتو هذا غير من عند الشينوا تاهو، محل ديال الشينوا رخيص. المهم ستة أورو باش خديتو. هادي العمارة ديالو، العمارة خايدها سكور وصافي. هادي سميشي ديال الغاز، عرفت شنو؟ خدت هادي بحالها، غير هادي ديفرنت فهمتو، هادي صغيرة وهادي. المهم بغيت نجربهم بجوج، خديتهم هادو من ديكاطلون كيتباعو بجوج، كيتباعو يعني في ديكاطلون هادوك موجودين. هذا الراس ديالها ديال هادي، المهم كيخدم هو ملتيوز يعني كيخدم لهاد البياس هنايا، ولا كتركبو ديريكت هنايا. شو بحال ما هكا، كتفتح هاد البياس هادي كتلصقها هنايا في البوطة هنا، وهذيك الأخرى ضروري خاصك ليها هاد الأدابتر هذا، وكدير لي بحال هكا، كدير هنايا ومن بعدها كتخشيها في هاد الماركة الأخرى، يعني مليح كيخدم الجوج، يعني إلا مكانتش الأخرى كتخدم بالأخرى. المهم هذا تاهو خديتو من أنا خديتو من علي إكسبريس، فهمتو؟ خديتو ب والله مبقيتش عاقل بشحال خديتو، ما بقيتش عاقل. بالنسبة للماتيريال ديال الكاميرا، هذا الترايبود شفتو هذاك اللي كنت لقيت، راه تكون شفتو معايا في واحد الفيديو، هو هذا. حيت له هذاك الراس كنركبو له داك جي بي ال، واقيلا داك الترايبود واحد اخر دابا نوريه لكم. هذه ديك ديال تشيس، عرفت شو اللي كدير الصدر ديال جو برو، شو ديال الكاميرا جو برو معروفه، كاميرا جو برو شو دي باش كنصور جو برو هيرو 9. هذه تاهي ديال الراس ديال جو برو، ني تاهي ديال الراس.
هادي جوج ليغاش، هادو واتر بروف، هادو اللي هنايا كيدخلوش الماء، وعندهم هاد كيخدم التليفون، يعني تبقى تخدمي بالتليفون خا ما تحيدهمش. بالنسبه لهادو تا هما ليغاش، ولكن هادو غير النص ديال الصباح حدو هاد البلايص هنايا. واحد الشامبري خديتو من ديك عطلان تا هو رخيص، خديتوها بشي جوج اورو شي لعيبه. بالنسبه للماكله عاوتاني كاين هاد، شوف هادو ديما كناخدو معايا، راه تكون شفتو معايا شحال من خطره. شوف هذا راه مخلط فيه الكاوكاو واللوز، فيه داكشي كامل مخلط. هاد الدعوه شوف كتباع من ليدل، هذا تشري في ليدل رخيص جوج اورو شي لعيبه. هادو هادشي تما خديتو من هاد ليدل، غير خويتو انا نورمالمون كيكون في كل باكياج، درتهم في هاد الميكادي باش ما يشدوش ليا الغلف. بالنسبه للبياس ديال الكاميرا وداكشي اللي خديت، خديتو مؤخرا حتى هما نيت خديتو مع هاد البياس هادو اللي جاو. خديت هذا الشارجور، شفتوه شارجور باقي بالميك ديالو، خديته جديد 100 واط. هذا واعر، هذا ننصح به بزاف. المهم هو الشورى، المهم الشركه ديالو بيسو، سميتها بيسو، شفتوه الناس اللي بغات تقلب عليه في علي اكسبريس. شوف فيه 4 ديال 4 ديال سميتو، 1 2 3 4 شوف، و 100 واط، يعني كيخدم حتى البي سي. كتركب الاي سي هنايا، داك اليو اس بي الكابلي، المهم تايب سي، شفتوه خصو يكون تايب سي، وكنركبو مع البي سي كيخدم لي حتى البي سي، تخدم البي سي وفي نفس الوقت كتشارجي الايتيمز الاخرين اللي بغيتي. اوكي الشارجور عندنا هنا، الكابلياج شحال هنا راه كاينين بزاف. هاي هاد الباكيه هادي راه فيه الكابلياج، او هذا ديال البي سي، هو هذا اللي قلت لكم كنخدم به 240 واط. شو ما عرفتش يبان لكم، نفس الشركه حتى هما 240 واط كابلي، وهذا حتى هو كابلي، ولكن فيه جوج نفس الشركه حتى هو، فيه جوج ديال كدير واحد تايب سي هذاك في هذاك الشارجور، كيعطيك جوج ديال التشارجي عاوتاني، فنشوف كابلي واحد. هذا حتى هو كابلي 100 واط، المهم هادو كاملين مينيموم 100 واط، هادو كاملين نفس الكابلي يكون فيه الواط، فهمتي، باش ما كان فيه الواط مزيان باش ما كيشارجي فاست شارجين. صافي هذا البيل عادي اللي كنت كنخدم به عادي، راكم شفتو معايا شحال من خطره. صافي وهاد البياس هادي مهمه، هاي واحد ميكا ديال التليفون، باش ملي كديرو في الكيدون تكون شاد جي بي اس وداك الشيء، وتكون شتا كتخشي في وسط هاد اللعيبه هادي، وهادي حتى هي ال سي دي، يعني كتشوف الطاكسي اللي تمكن لك بلا ما تحيدها. شو واتر بروف، يعني غديرها على حسب الشتا باش ما تكرفش لك التليفون. وصافي بالنسبه للباور بانكس خديت واحد زوج ثلاثه، المهم هاد جوج هادو كانوا عندي، وهذا هو اللي شريت. حتى هو نفس الشركه ديال هاد بيسوس هادي ديال الشركه، شوف 65 واط. شارجور ناضي، هذا ناضي الله مبارك، كيخدم حتى هو البي سي، فهمتوا، كيخدم بي سي، تشارجي به بي سي كلشي، فيه 20 30000 ملي امبير. هذا تقريبا غالي، المهم شويه خديته ب 75 اورو، 75 اورو هذا باش خديته، ولكن يسال لان كيخدم بي سي، ماشي زيت عادي واعر بزاف. صافي وهذا حتى هو فيه 36000 ملي امبير، تخديته غير ب 10 اورو. شو 30000 يا ربي، 30000 ملي امبير هذا فيه، هذا واقيلا هو اللي فيه 36، هذا هو اللي فيه 36000 ملي امبير، هاي 36800. هذا شويه ماشي شال ليه، المهم كيقضي وصافي، تشارجي به بحال الباتريز ديال الكاميرا، يقدر يشارجي مو داك الشيء تليفون. ولكن هاد الاخرين هما اللي ناضين شويه. حتى هو هذا خديته ب 10 اورو، حتى هو رخيص. بالنسبه عيط لي يدي، شارجور ديال الباور بانك ديال الباتريز ديال الكاميرا جو برو، شو معروف هذا كتشارجي به. صافي هادشي الاخر غير ماتريال الاخر ديال الكاميرا وصافي، شو حاجه رقيقه، شي كامل ديال جو برو، كاميرا ديال جو برو. شو هذا ديال التليفون، المهم وكان عنده هاد ستيكس هادو، يمكن لك تخدم به حتى التليفون. بالنسبه للمايك هو اللي كنت خديت، الله يجزيه بخير واحد الناس، المهم اللي كانوا كيدعموني وداكشي، وما فضلهم فضل الله عز وجل، ما فضلهم خديت هذا تي جي اي، هذا كان خاصني بزاف، عرفت شي حاجه واعره بزاف. بالنسبه للصوت يعني انا مانيش باش كنسجل الشهر، غير ما كيبانش. شدوا هنايا، شدوا هاد الدينامو هنايا، شو كدير له هاد الماغنيت هنايا، وفي نفس الوقت كتحطو لداخل ما كيبقاش يبان، اذا ما نجيش فيا ولا فنشوف. صافي وفيه جوج ديال، بالنسبه لهاد هذا، بالنسبه لهاد دي جي اي هذا باش مزيان، دي جي اي سيستم سميتو دي جي اي مايك سيستم، تكتبوها غير في اني وير غادي يطلع لكم. هو اخر ما كاين في الماركت، الناس اللي بغات تشري الكاميرا الجو برو كيخدم لكل شيء، الكاميرا كاع كيخدم لهم. هذا داير 300
330 يورو هنا في اوروب فهمت شنو داير 330 يورو. هذا البير معروف ديما كندي معايا دوش كنت كنصور ديما شو ضارب عندي هذا تبارك الله خديته ب كنت خديته ب 28 يورو بيل ديال اللي صافي. هذه ديال تشام لابس هذه خديتها من واحد السيد صدق كيعرفني خديتها من واحد السيد في واحد الابليكيشن هنا في الصباليون معروفه كيبيعوا بها وكيشريوا فيها. فاش درت معاه شكون خدمت معاه داك الشيء باش نشري من عنده صدق كيعرفني اختي المهم حتى هو من المتابع قال لي راه صافي تلاقيت معاه. المهم باقي سميتو عثمان الله يجزيه بخير صدق ما بغاش ياخذ يعني حتى شي حاجه. كتحط الكاميرا هنايا من فوق منه كتحققوا بهذه الطريقه هذه كيبقى بوحده كيبقى يحسب هذيك السيكوندز والماكسيموم 30 مينيت غاف هذا داك اللي تعرف شو ديال اللي كيدير في الكيدون كتشد به التليفون هنايا شو باش ما كتبقاش معنكش مع هاد الجبدو في التليفون كل مره جبد التليفون في الجيب تاعك شي يقدر يطيح لك صافي كتركبو هنايا تكون ناضي. هادي زوينة الومنيوم كاملة يعني شي حاجة بياسة صحيحة. هادي مبقيتش عاقلة وقيلا خديتها بشي 8 اورو مع 6 اورو تا هما في علي اكسبريس. هادي في علي اكسبريس المهم اغلبية هادشي كامل خديته من علي اكسبريس يعني اي واحد يمكن يشريه. بالنسبة للباتريز هادو هما ديال الكاميرا هما كاينين هنايا اربعة شوف هادو ديال جو برو كاميرا جو برو شوف هما خمسة ديال الحباج اللي عندي اربعة وحدة راه مركب في كاميرا كندير معايا سكور مهمين هادو تا هما معايا. وبالنسبة للاس دي كارز شوف كارت ميمواراج خديت معايا كل خمسة تقريبا اللي خديت كاينة جوج ديال 256 جوج ديال 128 جوج ديال 64 المهم هادو كانوا عندي. المهم كل مرة كتشري يعني فهمت شو كتبقى تشري يعني كل مرة كتبقى تشري شوية شوية فهمت شو. هذا داك الضو اللي كيدير فوق الكاميرا عرفت شو تصور به في الليل وداك الشيء كيتشارج تا هو باش مزيان فيه كيمكن لك دير له هذاك الديم عارف شنو كيمكن لك تزيد ليد. المهم هذاك الشيء كامل في علي اكسبريس. هادو الحجرات حتى هما كيخدموا لهاد لان هذا كيتشارجا وفي نفس الوقت فيه الا بغيتي تركب له الحجرات شوف كاين هنا الزيت غير لقيتها الزيت ديال عارف شنو ديال الطوموبيل. المهم كندهن بها السلسله كنت لقيت واحد جوج اطرا خويت من هاد القرعه هادي ولحد داك الشيء الاخر. بالنسبه لهذه الفوطه باش تمسح هذيك لاصايت شي حاجه وداك الشيء. هادو الباتشانات خديت جوج جوج ديال القدام وجوج ديال اللور ب 4 اورو 4 اورو الوحده شو خديتهم سكور يعني ربما حيت لا الفران ديال اللور عندي شويه ماشي شال لي باتشانات. شنو كاين هنا عاوتاني هذيك البياسه باش كيحلوا البنواج عارف شو كاين هنا واحد البنس بنس صغير شو هذا راه كيتباع عند الشينوا رخيص. هادي البومبا شوف بومبي عادية هادشي راه كتباع في ديكاطلون هادي ضاربة عندي بزاف قديمة عندي هادي شوف خفيفة يعني وفي نفس الوقت يعني بورتابل خفيف يعني تقدر تهزها معاك في أي بلاصة وداكشي يعني مكتشد لك لا غول لا تقول لا والو. وكاين هادي جاكيت ديال الشتا ديال بيكالا تاهي يعني ملي كتكون الشتا كتلبسها مكتدخلش الما فهمتش واتر بروف. ما هادو البوط هو بوط بحال اللي قلتي شوف صغير هو يعني كيبقى يتجمع اوكي هو باط شوف هذا شوف خديته من علي اكسبريس هذا كتدخل فيه رجلك في الصباط ديريكت فهمتو كتفتحو من هنايا شوف كتدخل رجلك بالصباط كلشي يعني ها هو وتقدر تكون شتا وما كاينش بروبليم يعني تقدر انتو على كتلبسو على حساب الشتا لان ملي تكون شتا ويكونوا رجليك فازقين الصباط كيبغيو شي نشفوا لك وفي نفس الوقت بقات الشتا وكيبقاو يبردوا لك رجلك. بالنسبه لهادو ديال اللي دينا عارف شنو اللي كيداروا بهذه الطريقه هذه صافي كتلبس ديك الساعه تي شورت كطلعوا راه كيطلع حتى لهنايا مرفقين انتو وكتلبس ديك الساعه تي شورت ما كاينش بروبليم. خديت واحد الصنداله عاوتاني في ديكاطلون هذه حتى هما غير صندالات عاديين تبغي توضع تبغي تدواش وداك الشيء في الطريق ها ما تلبسها هما نورمال شوف ارخص شي مارشي 4 اورو تقريبا باش خديتهم في ديكاطلون. بالنسبه لهذه ديال البيكالا اللي هي مهمه بالنسبه لي جداش كدابا شفت فشي بلاصه كتفتح هاد اللعيبه هذه كتغطي بيكالا ديريكت فهمتو بالصاك ديالها بكلشي ديالها كتغطي بحال ما هكا دير بحال هذيك ديال الموتور عرفت شوف باش كيغطيو الموتور صافي. وهذا ديال بيكالا هاو خديته حتى هو رخيص حتى هو خديته من علي اكسبريس. بالنسبه للبيسي هو البيسي باش كنخدم الناس اللي كيسولوني على البي سي ديما اللي كنخدم به كنخدم المهم راه شريت والله يجزي بخير عاوتاني واحد الناس
الله يجزيهم بخير اللي كانوا سبب في عاوشان. المهم راكم شفتوا راه شفتوا معايا شحال هادي. هاد الاخ من فرنسا سميتو خالد، جزاك الله خيرا، صافت ليا والمهم شريته الله يجزيه بخير، تبرع ليا. شي سميتو ديل فوسترو 15 ها هو اي 5 500 جيجا اي 5 ويندوز 11 مسيبورت 11 ولكن انا في غير ويندوز 10 بغيت نانستالي فيه 11. شنو خدام ليا مارش لحدود الساعه ناضي. هذا حتى هو الباش ديال هذا التينت هادي كتحطو عليه من الفوق كتجبدو بهاد القنان وداكشي كيبقاش يخلي الشتا تدخل. نشوف بالنسبه لهذا حتى هما شنو كيترك في الكيدون ديال البيكالا كتركبو بهاد الطريقه هادي ومن هنايا كتحط فيها البياس الاخرى. تقدر تحط فيه الضو، تقدر تحط فيه هاد البياس حتى هي شو ديال الكاميرا. المهم هادشي كامل ديال الكاميرا. بالنسبه لهادو هادو راه الضو تاع ديال البيكالا شو معروفين هادو راه كيتباعو. هادشي كامل كيتباع غير في هذا ديال البيل كتشد به هذاك البيل هذا شو باش كتخدمو حتى البيكالا. هنا الا بغيتي تشدو البيكالا كتركب هاد البياس هنايا شو بهاد الطريقه هنايا وهذا كتحطو بحال ما هكا من هنايا شو بهاد الطريقه هنا شو هانجو. باقي الساك تا هو خديتو بشي 35 اورو خديتو من علي اكسبريس تا هو ساك كبير ساك كبير شو فوليم 90 لتر 90 لتر اهو. ديما السكان ملي كتبغي تشري كتركز على هاد الفوليم هادي شحال فيه كاينين ديال 80 90 المهم الى اخر يعني 60 70 50 اكسيرا اما المهم هذيك باش كتعرفوا هذا خديت 90 لتر يعني كبير شويه مزيان باش ياخذ لي هاد المسائل كل هذه اللي هنايا. وفي نفس الوقت كتحط فيه الساك وجا جمل داخل ديالو وتحط فيه التانت وكل شيء غير في ساك واحد. فهمتوا خديت يعني سكور باش حتى الا كانت شي حاجه ربما تخلي بيكالا في شي بلاصه ربما توقع لك شي حاجه الله اعلم شنو اللي كيوقع في الطريق كدير معاك الساك وشاج ديالك فيه كلشي مره ماشي بحال ماشي الا درتي بيكالا ودرتي في هذوك الشواريات الشواريات اللي كيديروا بزاف الدراري كيديروا جوج القدام وجوج من اللور يعني هذوك ما عندكش كيفاش دير لهم مثلا يعني خصك ضروري يبقاو مركبين معاك في بيكالا وتبقى دير فيهم داك الماتيريال. فهمتي فكرت انا في هذه القضيه قلت اللهم نشري ساك كبير باش كتجمع فيه كلشي كومبلي وكتحطو معاك من اللور بورت باكاج من اللور تمايا في هذاك الصندوق تمشي بيه عادي شي حاجه كانت شي حاجه كدير معاك السكاد ديالك. فهمتوا صافي بيكالا نو بروبليم لان لا قدر الله ما شان توقع لك شي حاجه ولا شي حاجه. اوكي بالنسبه للمواعن راه خديت هذا شو خديت هذا من ديكاتلون معروف هذا راه كيتباع في ديكاتلون قرا في هذا راه كاين حتى في المغرب شنو واحد الدري حتى هو شرا من ديكاتلون شو ها عنده هاد اليدين هذا كيبقى افو دابيان يعني كيبقى يتجمع شو. ولكن كتشري ما عندوش الغلاقه ديكاتلون كيتباعوا ما عندهمش الغلاقه فمشيت عند الشينوا ونلقى عنده بحالو مع عند الشينوا وعنده الغلاقه فشريت ورخيص هذا ماشي لين داير 5 اورو هنايا باش كتشري في ديكاتلون هذا بوحدو مشيت عند الشينوا ونلقى بحالو بالضبط وفيه الغلاقه بجوج اورو فهمتي ولا ما عرفتش غير اورو 80 فقلت اللهم نشريه وناخذ منه الغلاقه صدقات خدمت لي مزيان عند هاد اللي يدين بهاد الطريقه هادي شوف وهذا ديال سميتو ديال القهوه كنبغي نخدمو في قهوه صفايا شفتوها صفايا خديتها من عند الشينوا تاع هي صافي هادشي اللي كاين لعيبات كلشي وريتو ليكم. بالنسبه للكاميرا راه غتكتبو غير في جوجل ولا شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيسولوني بزاف على الكاميرا غتكتبو كاميرا جو برو فهمتو جو برو هيرو 9 جو برو هيرو 9 باش كنصور انا ديما ان شاء الله غنابجريد الى ما كرهتش نشري 11 ولكن ان شاء الله نقدر نشريها انا القدام باذن الله يصلح الامور باش تكون حيت عاوتاني الاخرى فيها الفيتشرز جداد عاوتاني وفي ستابيليزيشن مزيان فيه بزاف ديال في 11 يعني هي الاخرى كاع لاست فيرجن. وهذا حتى هو شريتو شفتو كاسك خديت شويه ب 5 اورو من واحد السيد داير 30 اورو في ديكاتلون هذا خديت من واحد السيد ب 5 اورو. المهم غنصلحها مازال خصني نفتح واحد شويه ان شاء الله باش نبدل المهم داك اللاكس اللي كاين تما كيبقى يدير واحد الصوت غادي نفتحو ان شاء الله وغادي نمسحو مزيان وندير ليه لاكريس صافي يعني داكشي اللي غادي ندير ليه باش ما بقاش يدير ليك الصوت. بيكالا راكم كتشافو راه ناضي يعني ما فهمتو يعني ما درتش ليها شي حاجه راه كيف ديما وصافي دريويش. المهم هادي راه كنت خديتها ب 20 اورو من واحد لابليكيشن تاع هي بحال فيسبوك ماركت تاع هي خديت من واحد السيد ب 20 اورو فهمتو رخيصه شا راه ناضي تبارك الله.
صعب هذا الصندوق كيف ديما. بالنسبه للتانت هي هذه شفتوها، راه واتر بروف ما كتدخلش الشتاء، يعني تكون الشتاء ولا شي حاجه ما كتدخلش من التحت. بالنسبه للساكو جاج كيف ديما هو، وهاد البياس هذه اللي خديتها، هذه مخداش شفتوها، كانت عندي وحده خديتها من ديكاطلون عيانه فهمتوا، ما كترتاحش فيها، كتحط راسك كتلقى راسك ضرب واحد شويه تلقى راسك خارج عليها فهمتوا، بقى عوج لك في العنق هنايا. اللي شريتها في علي اكسبريس، دابا نشوف كتفش ما والو، واخا تفتح ليها ماشي بحال هذيك ديال ديكاطلون، وهذيك ديكاطلون ما كانش بغيت نفخها عرفتي، راه خصك تحفظ ديال بصح تعصر فمك عاد باش كتبغي تنفخ. وهادي عندي واحد السيمنا هادي شفتوها، هاي داكشي بالبوطونات كليك عاد البارانا هادي باش كتفش. هاي هذا الشيء هو راه شريتوها، هو خشيتو من علي اكسبريس حتى هو، واحد البياس زوينه بيل، المهم ضو فهمتو، بريجيكتور كيتشارجا وفي نفس الوقت باور بانك، ها هو زوين، فيه ثلاثة ديال المودز انتو شفتوه، كيشعل واحد زوج كيشعل الصوص عاوتاني باش ديرو ضو بهاد الطريقة هادي. ساكوشاج ما كرهتش الساكوشاج، ولكن تو غنشري ان شاء الله ان ذا فيوتشر غنشري الساكوشاج، لانه هذا 6 درجات اللي فيه، حدو 6 درجات كيجيني فيه البرد صراحة فهمتو، كيجيني فيه البرد في الرجلين صراحة، هي اللي كيعذبني بعض الخطرات. المهم الا كاين البرد هاك توصل ديك 6 درجات عارف شو، راه رجلك ما تقدرش مازال تنعس. غادي نشري ان شاء الله، ولان الاخرين داير 70 اورو، الا بغيتي شي حاجه توصل هذيك 0 درجه ولا اقل درجات 70 اورو الفوق فهمتو. بالنسبه لهاد البياسه هادي شفتوها، كانت عندي هذيك الصفره اللي كتشوفو كيف ديما شفتوها، شو واحد الصفره راه معروفه ديما فاش كنصور، وهذيك خديتها من ديكاطلون، خديتها ب 45 اورو عيانه، وفي نفس الوقت فيها غير 5 سنتيم في الديبث، يعني فيها غير 5 سنتيم في العرض، ملي كتنعس عليها ما كترتاحش ديما خارج فهمتي، تبقى ناعس كتلقى راسك رجلك من هنايا وهي من هنايا، بلاش تكون على ظهرك هنايا كيضرك ما كترتاحش فيها. فخديت هادي من وليك، خديتها ب 45 اورو، تخيلي معايا هادي دايره غير 24 اورو و 10 سنتي في العرض وناضيه. هاي عارف شو، في واحد النعسه والله العظيم الا ناعس، النعسه ناضيه غير هي. المهم اللي كتبغي تنفخها كدير لك شويه ديال النفس فهمتي، سكت نفاخ فهمتي، المهم ايوا تقضي بها الغرض وصافي فهمتي، ناضيه. وملي كتبغي تفش عاوتاني المهم فيه شويه ديال الخدمه، يعني شويه ديال الخدمه ولكن تستاهلها. وهذه راه بحال ناس فوق فهمتي، فوق بونجا نورمال 10 سنتيم، راه ماشي ساهل اللهم بارك فيها. حتى البيلو بيلتشين يعني هذا شو مخده، فيها مخده تاعي هي كتنفخها بالنفس، كتنفخها ملي كتنفخ اوتوماتيكلي معاها عيان، يعني ماشي ما طالعاش ما يكفي فيه الكافيه باش ترتاح. باقي ليا عاوتاني اش باقي ليا، باقي لي واحد الديسك دير عرفتو، الاكسترنال هارد ديسك هذاك كيدير 30 اورو، غادي نشري حتى هو اليوم ان شاء الله، نشري داكشي كامل دابا واحد شويه غنمشي. صافي بالنسبه للتراجي ان شاء الله غادي ندير سباليون، ندخل لفرنسا، فرنسا ندخل لطاليان، طاليان سلوفينيا عاود نرجع لطاليان، طاليان غادي ندخل لسويسرا المانيا هولندا بلجيم، فمن تما غادي نشوف كيفاش غيكون الطراجي فهمتوا، باش نكمل تما نعرف شنو غادي يكون ان شاء الله. فدايما انا الله يسر لينا والله يسخر لينا في هذا الطريق ان شاء الله، نساوش الدعم ديالكم، جزاكم الله خيرا. فهادشي اللي كاين فهمتوا، نجيو هادي مغامرة يعني بلا اوراق بلا والو، المهم غادي نمشي توكل في الله وصافي فهمتوا، ان شاء الله ربي يسهل لينا الامور، تمشي الامور بسلام باذن الله. فهذا مكان ان شاء الله نودعو بلاد الاندلس ان شاء الله. السلام عليكم.